بعد الصراعات والتهديدات بتقدر تنام بالليل كويس؟ لا، ما بنامش في الليل كويس. أنام كثيراً طويلاً لكن ليس سريعاً. يعني باخد وقت على الدخول إلى مرحلة النوم، إلى درجة أنه يعني دايماً طول الوقت بحسد زوجتي العزيزة يعني في أنها تنام حين تقرر أن تنام. يعني أول ما يعني هي ممكن تنام في كلمة تصبح على خير، على خير تكون نامت. يعني قبل أكمل على خير، فعلى طول بقارن نفسي ما بين يعني هذه الهدأة الجميلة اللي ما بحسدهاش يعني إنها تقرر نومها. أنا مش بحسدها، أنا بتأملها. أنا بتأملها وبمتدحها يعني وأتغزل فيها. ده إفراط في التفكير ولا قلق أو خوف ولا شغف للحياة ولأفكارك وللحاجات اللي عايز تعملها ملازمك ما بينايمكش؟ شوفي، يعني أنا ما بخافش غير على أولادي وعيالي، يعني يحيى وفضل. ده مصدر الخوف الوحيد، اللي هو خوف قلق، وده أي أب أظن في العالم، يعني لا أنفرد بأبوة دون آخرين يعني. فده الشيء الوحيد اللي تقدري تقولي الدنياوي يعني اللي فيه مساحة الخوف دي. إنما القلق، أنا يعني أنا أقلق قلق عام مش قلق خاص. إنما طبعا طول الوقت تفكير، طول الوقت تفكير، وإن تملكك ملكك. وأنا طول الوقت بحترم جدا فكرة تصحيك من النوم. يعني الفكرة اللي تصحيك من النوم، لا، دي حاجة لابد من الانتباه إليها وتقديرها، لأنها استطاعت وتمكنت أن تمنع عنك النوم. سفر حضرتك وتحركك لوحدك بدون حراسة، ما بتقلقش على نفسك؟ ما بتخافش؟ الحرس ربنا يعني، ونعم بالله. وكم من حارس حرس آخرين ولم يحرسهم. جزء من الحياة من بدري قوي، إن أنا يعني فكرة مصاحبة حرس ليا دي أمر بيزعجني، وأنا سايبها على الله تماماً والحارس ربنا بالله. وأنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده مهدد وموجود في قائمة الاغتيال من عمري 27 سنة، وأنا دلوقتي عمري 59 سنة، فخدنا 32 سنة كده فوق البيعة زي الفل. الحمد لله كلها بالرضا يعني.